والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تفضل. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم يا رب العالمين واجعله بلدا امنا مطمئنا. الجزائر والجزائر واقفه برجالها وبشعبها وبشبابها وبابطالها. نسال الله عز وجل ان يوفق ولي امرنا. الثوره الجزائريه وحنا في الوقت هذا كان عدد السكان تاعنا يعني عزل ما يتجاوزوش 7 ملايين نسمه. اذا ما هو المبرر انذاك لهذا الاستثمار اللي قدر يعني يجند اكثر من 500,000 يعني عسكري متمرس ومدجج بالاسلحه يعني يوافق المعركه، بل كان سلاحا بسيطا جدا ولكن السلاح الخطير والقوي والعظيم كان في مبادئ عام طلبة المسلمين الجزائريين إلى جانب محمد الصديق بن يحيى ومنيس محمد وغيرهم وأبناء 156 ميلادي يعيد اتصالاته مع الحركة الطلابية بوية تنظيمهم في أرض الله المحيط فكونوا جند رب العالمين أملوا تنالوا واهتفوا وقولوا تجلنا وأهلكم في العيون إن حللتم وذكراكم في القلوب إن رحلتم. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. بقلوبنا قبل حروفنا بكل سعادة وبكل عزة. حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سيد الأمين العام، السيدات والسادة، كل باسمه باسم هذا الشهيد البطل الشهيد ناصر حاج الدين. فمن هو هذا الشهيد؟ وليد الشهيد البطل ناصر. نريد سوى أن نكون في أمان مع أولادنا، فطالبنا باستقلالنا. أجيل هذه البلاد لتطمئن قلوبنا.